اليوم باش تدخل للمركب محمد الخميس خص ضروري تكون عندك بطاقه الولوج اون كارت داكسي. هاد لا كارت داكسي ما فيها حتى شي حاجه, فيها ان سول ايدنتيفيون ان فيت كي كودي دو فوا, فيها ان ايدنتيفيون ان نيميرو اللي هو باين ابارون اي ان كود كيو ار هنايا. هادو وهاد البطاقة فأي واحد اللي غتكون عنده فهي سون كارت اونيك يعني واحدة بالنسبة لياسين راه ديالو, لأن علاش في الوقت ديال الاقتناء ديالها, وهذه مهمة في الوقت ديال الاقتناء ديالها, فهاد النمرة هادي غتولي اون فاس ديالها شنو كاين الاسم ديال ياسين والرقم ديال البطاقة ولو ميل ديالو ونيميرو التليفون ديالو, يعني تتولي اون فغي باز دو دوني. يعني داك ال 45 بغض اللي غيبداو يكونوا عندنا في المركب, فاي واحد تتعرفوا شكون هو, شكون اللي جالس معاك, شكون اللي تيتفرج في الاول غادي نمشيو يعني بالخلاص بالانترنت اون با لا شوف. مي غير اللي خصنا نعرفوا بان لا سوليسيون اللي ودعنا يمكن لها وتتسمح انه تكون عندنا شراكه مع هاد الشركات دابا اللي تيديروا الكاش, باش هما تمشي انت تخلص 30 درهم ولا 50 درهم عند هذاك ويكريديتي لك. هذه سي بوسيبل, تنظن ان شاء الله اون كروز لي دوا غالب الظن اما نهايه 2020 اما بدايه 21 غادي تكون هي ليفولوسيون مثلا اللي غادي نقولوا بريوريتير فيما يخص التطور اللي غادي تحصل عليه. هاد الفكره شنو هي؟ سيكو حنا جميع اون اون تران دو ميتر اون بلاس ان ديسبوزيتيف انا من لو 1 جانفي حتى لو 31 ديسمبر, ها هي راه مكتوبه فيها اني 2020 يعني 12 شهر ابخي كل حساب واي مباراه كانت. يعني هذا هو اللي مهم في هذه البطاقه, يعني ما هي متى تنتمي للوداد, متى تنتمي للرجاء, متى يكون ان كونسير, يقدر ان كونسير اي ايفينمون مهم, اي تظاهره في مركب محمد الخامس, اي شهاده مركب محمد الخامس واللي غادي يخدع التذاكر بيون راه غادي يمكن له يستعملها باش يشري الانترنت. سي جواري بدايه حدثنا على الفكره بشكل عام ديال هذه البطاقه الجديده ديال الولوج. فهاد الفكره اللي يمكن نقول لك فهي بالنسبه لنا يعني جات بواحد الطريقه تكميليه لما هو يعني تم الاشراف عليه في هاد السنتين الاخيرتين. فلما طلقنا البطائق الذكيه ديال الانخراط ديال الرجاء وديال الوداد وعرفنا بان تقنيا يعني المركب يمكن له يتقبل مثل هذه الاليات ديال الولوج, وخصوصا لما استعملنا الانترنت لنا يعني اليوم فرض راسه كوسيله البيع يعني طريقه للبيع ديال التذاكر. للاسف وراكم يعني كنتوا معنا وشفتوا بانه هذوك التذاكر الالكترونيه للاسف الشديد خدعوا بزاف ديال الفبركه وبزاف ديال الفالسيفيكاسيون, فجعلتنا انه نحاولوا نقلبوا على شي طريقه اللي تسمح لنا انه نبقاو مستمرين في الطريقه ديال البيع وما نرجعوش للور ديال الانترنت, ولكن في نفس الوقت كيفاش يمكننا نامنوها ونخليو بانه الشاري والمقتني ديال داك التذكره ما يحتاجش هو اللي يطبع او يستعمل الطباعه في في في, في باش ياخذ التذكره ديالو. هي فاش اغتنمنا الفرصه وخرجنا هاد لاكارت ان شاء الله الرحمن الرحيم الذكيه اللي غادي تسمح للولوج لجميع التظاهرات اللي غادي تكون ان شاء الله في مركب محمد الخامس, وبالخصوص يعني المباريات ديال كره القدم. الثمن ديال البطاقه شحال؟ ثمن البطاقه 20 درهم للسنه, فهي غتكون بطاقه سنويه من يناير حتى لديسمبر ب 20 درهم. اكيد غيكونوا زوار يعني الفرق اللي كتجي تلعب هنا في كازا اللي ما كيكونش في حاجه البطاقات اللي على طول السنه, يعني ماتش ولا جوج ماتشات كونتر الوداد والرجاء, كيفاش غادي يتعاملوا مع فمثل هاد الفئه من الجمهور اللي تهو تنعتنيو به وبالنسبه لنا ديما ترحبوا به, فغادي نخصوا لهم حتى هما كذلك بطاقات جوتابل يعني بطاقه يوميه ديال خاصه بداك المباراه, واللي بطبيعه الحال ما غيكونش الثمن ديالها هو 20 درهم, فهي تكون بثمن رمزي باش انه ذاك الكلمه اللي قلت لك قبيله بانه مركب محمد الخامس هو مركب صفر ورق غادي يسير حتى على المحبين ديال الفرق اللي غادي يكونوا عندنا هنايا في مدينه الدار البيضاء. دابا الطريقه غادي نقضيو على
عملية تسوية النصب اللي كتكون في الدبار. وقلتي داك عملية النصب، وللأسف الشديد تنشوفوا شي وليدات سما تيكونوا ضحية داك النصب ديال سامحهم الله الإخوان اللي تيستعملوا داك المارشي نوار السوق السوداء. فتنظن بهذه العملية إذا ما قديناش عليها نهائيا، على الأقل غنقصوا منها بواحد الحد كبير، ونتمنوا على الله أنه فغيمو نحيدوها نهائيا. لأن اليوم أنت تشوف وتلح على هذه النقطة، فالبطاقة فهي بطاقة شخصية، ما يمكن لهاش تكون زعما عند شخص آخر. فاللي خصنا نعرفه فداك الرقم السري ديال البطاقة، فهو عنده واحد العلاقة مباشرة بالرقم ديال البطاقة ديال الشخص، بطاقة التعريف ديال الشخص. إذن سما تنظن بأنه ما خصناش نغامره، وخصوصا الحمد لله راكم عارفين يعني كان واحد اليقظة ديال رجال الأمن مشكورين فيما يخص الولوجات ديال مركب محمد الخامس، خصوصا أنه فمركب محمد الخامس عنده أكثر من 80 كاميرا اللي يعني في أونطون غيال يمكن لا تعطينا الصور. فاليوم يعني غادي ندوزو لواحد التعامل مع مع زبناء. دابا اليوم فداك المتفرج اللي غادي يجي عندي المركب محمد الخامس فغيكون واحد التعامل ديال زبون، لأن عندي البطاقة ديالو الشخصية، الهاتف ديالو، لابوات ميل ديالو، فغادي تولي واحد العلاقة يعني وطيدة. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.